دعونا نقوم بحل مثال آخر عن الإزاحة وسرعة وزمن. إذن لدينا هنا انتقلت مريم مدة دقيقة واحدة بسرعة مقدارها 5 متر لكل ثانية إلى الجنوب. كم كان مقدار الإزاحة؟ ونحن نعلم أن هذه السرعة، دعوني أكتبها بهذه الطريقة، نحن نعلم أن السرعة تساوي مقدار الإزاحة S مقسوم على الزمن أو التغير في الزمن دلتا تي. ولكن سنقول الزمن فقط، وإذا تلاعبت بهذا قليلا تضرب الطرفين بالزمن، تضرب الطرفين بالمتغير تي وتحصل على الإزاحة، لأن هؤلاء يتم حذفهما. وسأقلب هذه، سأكتب ما في الطرف الأيمن على الطرف الأيسر. الإزاحة تساوي الزمن ضرب السرعة، أو السرعة ضرب الزمن تساوي السرعة ضرب الزمن أو التغير في الزمن. هنا المطلوب هو الإزاحة. السؤال هو ما مقدار الإزاحة التي قطعتها مريم؟ ويخبرنا المثال أنها تنتقل لمدة دقيقة. هذه الدقيقة هي الزمن أو التغير في الزمن. إذا كانت ساعتها تقرأ 0 دقيقة عندما بدأت، عندما تنتهي ستقرأ 1، أو إذا بدأت ب3:05 ستنتهي ب3:06. المقصود هو التغير في الزمن. لن أكتب الدلتا هنا لأن هذه الصيغة التي تستخدم غالبا، ولكنك سترى أن الدلتا تستخدم بعض الأحيان. الزمن هو 1 دقيقة، أي أن تي دقيقة واحدة، دقيقة واحدة 1 minute بسرعة 5 متر لكل ثانية للجنوب. هذه هي السرعة المتجهة velocity التي تعطينا المقدار، وهو 5 متر لكل ثانية، أو speed أي السرعة، والاتجاه هو للجنوب. هذا هنا هو 5 متر لكل ثانية باتجاه الجنوب. إذا أردنا الإزاحة ستساوي 5 متر لكل ثانية إلى الجنوب ضرب 1 دقيقة. المشكلة هنا هي عندما نتحدث عن الإزاحة سنفكر في مقدار الإزاحة، أي المسافة والاتجاه. لدينا الاتجاه ولكننا لا نريد وحدات أخرى هنا. وإذا تلاعبنا بهذه الصيغة هنا، لدينا دقيقة هنا ولكن لدينا ثانية في المقام. لا يمكنك إلغاء الدقيقة مع الثانية، لا يمكنك القول بأنك ستحصل على 5 فقط ليكون الحل صحيحا. عليك أن تحول 5 متر لكل ثانية إلى 5 متر لكل دقيقة، أو عليك أن تحول 5 متر لكل ثانية إلى متر لكل دقيقة، وليس 5 متر لكل دقيقة لأن هذا مختلف. أو بإمكانك تحويل 1 دقيقة إلى ثانية. الأسهل هو تحويل 1 دقيقة إلى ثانية. لنقوم بهذا. هذا يعادل دقيقة ضرب، دقيقة ضرب نريد التخلص من الدقيقة وهي في البسط. نضع هذه هنا ولكنها في البسط، لذا سنقسم على دقيقة ونضرب بالثانية. نريد الثانية في البسط. كم ثانية في الدقيقة الواحدة؟ 60 ثانية في الدقيقة. الدقائق ستلغى، يبقى 5 متر لكل ثانية مضروبة في 60 دقيقة. هذا رائع، لدينا نفس الوحدات الآن.
ثانية. لديك الآن ثانية على ثانية تلغى مع بعضهما. الإزاحة ستكون 5 ضرب 5 ضرب 60. 5 ضرب 60، والوحدة المتبقية هي المتر. كل وحدات الزمن ألغيت، متر باتجاه الجنوب، متر باتجاه الجنوب، to the south. 5 ضرب 60 يساوي 300 متر باتجاه الجنوب. إذن 300 متر باتجاه الجنوب، هذا هو مقدار الإزاحة. إذا أردنا المسافة فنقول أنها قطعت 300 متر. المسافة هي المقدار فقط، هذه هي المسافة التي قطعتها.